أما الآن مشاهدينا سننتقل معا لزميلنا حسن أبو عساف من نادي الجواد العربي. بنرجع نصبح عليك صباح جميل برفقتك يا حسن، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير من جديد شهد، وصباح الخير للمشاهدين والمتابعين من خلال برنامج يوم جديد ومن خلال فقرة القافلة، مستمرين معكم من داخل نادي الجواد العربي. اليوم راح نتعرف معكم الآن أعزائي المشاهدين عن أنواع الخيول العربية والأجنبية وطريقة الاهتمام بها. طبعا معنا الدكتور ماجد الهواوشي رئيس الثروة الحيوانية في زراعة العاصمة. يعطيك العافية دكتور. في البداية يعني كما بنعرف يعني الخيل معقود في نواصيها الخير، فخلينا نحكي بالبداية عن أهمية الخيول العربية وأنواعها وسلالاتها، يعني نعرف المشاهدين. صباح الخير حسن لك وللسادة المشاهدين الكرام، صباح الخير للإخوان في الاستوديو وكادر البرنامج الفني. بالنسبة للخيل، طبعا الخيل لها أهمية كبيرة جدا، ونستدل على أهميتها من عدة أمور، أهمها وعلى رأسها القرآن الكريم، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل في سورة العاديات، وذكرت في القرآن الكريم 5 مرات، والأحاديث النبوية الشريفة كما ذكرت الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طبعا إذا أردنا نتكلم عن الأمور الفنية للخيول، تعداد الخيول في العالم يبلغ تقريبا 60 مليون رأس في العالم، نصف هذه الكمية في القارتين الأمريكية الشمالية والجنوبية، والباقي موزع على دول العالم. إذا أردنا نتكلم عن السلالات اللي موجودة في العالم، طبعا الخيول تنقسم وتندرج تحت 4 مجموعات رئيسية: الخيول الثقيلة والخيول الخفيفة وخيول البني المقزمة والخيول البرية اللي في طبعا السلالات الرئيسية نجد سلالات الثرو بريد والأبلوزا والبينت والكوارتر وسلالات الشير الإنجليزية والبلجيكية والوارم بلد والسلالات المنغولية، السلالات الروسية أيضا، والسلالات أهمها السلالات العربية الأصيلة اللي موجودة في منطقتنا. طبعا إذا أردنا أن نقارن المواصفات بشكل عام بين الخيول العربية الأصيلة والخيول السلالات الأخرى، الخيول العربية تتميز بجمالها ورشاقتها، بحيث أنه شكل الرأس يكون يشبه الصحن تقريبا، الأذنين قصيرتين، العين تكون بارزة وكبيرة، حجمها كبير جدا، فتحتا الأنف تكون واسعة جدا لإدخال أكبر كمية من الهواء إلى الرئتين، المخطم يكون صغير يعني نسبيا، الرقبة تكون طبعا محدبة. يعني دكتور خلينا نعرف أيضا المشاهدين، يعني الخيل الأبيض المتواجد الآن داخل الإسطبل هذا عربي أصيل، الخيل الآخر هو أجنبي، يعني بلد هو من هولندا، والخيل الأبيض هو عربي الأصيل. طبعا الخيل العربي كما قلنا الرقبة تلاحظ أنه فيها تحدب، وهذا يعطي نوع من التوسع للقصبة الهوائية، الصدر عريض نسبيا مقارنة مع الخيل الأخرى، القفص الصدري هناك 17 زوج من العظام، دلالة على اتساع وكبر حجم الرئتين لأنه يدخل كميات كبيرة من الهواء، وهذا يعطيها قدرة طبعا على التحمل للسير مسافات طويلة تصل إلى 160 كيلو متر، الظهر قصير وهذا يعطيها قوة وصلابة، الذيل طبعا في ارتفاع من بدايته وهذا يدل على الأصالة والكبرياء للخيل العربي، القوائم نحيفة وقوية ويعطيها طبعا الجمال والرشاقة والذكاء، والخيل العربي معروف بسرعة التعلم والذكاء والوفاء. الخيول الأجنبية طبعا سلالات مختلفة، لكن اللي موجود هون يتميز بالحجم الكبير، تلاحظ أنه العيون أصغر من الخيول العربية، الأذان أطول، القوائم فيها كمية عضلات أكبر، الظهر أقصر، الظهر أطول من الخيل العربية، هذه تقريبا المميزات الرئيسية. بالنسبة للخيول العربية الوزن يصل من 360 كيلوغرام إلى 450 كيلوغرام، ارتفاعها متر، متر و55 سنتي، فترة الحمل مثلا بالأفراس تصل إلى 11 شهر، هاي تقريبا هي بشكل عام. نحكي يعني الرعاية الصحية المطلوبة للخيول سواء
أو الأجنبية، ونحكي كمان عن دور وزارة الزراعة في متابعة استبلات الخيل والنوادي الخيول العربية. نعم، يعني تعداد الخيل بالأردن هو ليس بالتعداد الكبير، هو 3500 رأس، أغلبها تتركز في محافظة العاصمة عمان، وبتوجيهات من معالي وزير الزراعة وعطوفة مدير زراعة العاصمة الدكتور عزات العجلين، مطلوب أنه إلى أهمية خاصة لهذه الفئة من الحيوانات الجميلة والتعاون مع مالكيها. طبعا احنا بنقدم في وزاره الزراعه لقاح مجاني، لقاح الحمى الفحميه، ايضا في حال ظهور اصابات مرضيه او تفشيات مرضيه يتم ارسال فريق استقصاء وبائي للكشف السريري على الحالات المرضيه واخذ العينات المخبريه وارسالها الى المختبرات لتاكيد الاصابه واستكمال الاجراءات والتدابير الصحيه لمنع انتشار الامراض. واتذكر في فتره الصيف الماضي في شهر 7 حدثت بعض الحالات الطفيفه لمرض خناق الخيل في بعض الاسطبلات، وطبعا تم التعاون مع مالكي الخيل والاطباء الوتريين في الاسطبلات وتم السيطره بشكل سريع جدا على هذا المرض ولم ينتشر الى باقي الاسطبلات. نوع اخر من الخدمه احنا في الوزاره ممكن في حال اراد اصحاب الخيل انهم يستوردوا او يصدروا خيول نقوم بإجراءات الحجر الفتره القانونيه اللازمه ثم الكشف الحسي البيطري وايضا ارسال العينات. طيب دكتور، يعني نحكي عن الاطباع والسلوك، في فروقات بين الخيول العربيه والاجنبيه من ناحيه السلوك والطبع؟ نعم، الخيول العربية طبعا كما ذكرنا تمتاز بالأصالة والرشاقة والقوة وسرعة التعلم والذكاء والوفاء. الخيول الأجنبية، لذلك الخيول العربية كانت تستخدم في الحروب وفي النقل والتجارة. الخيول الأجنبية طبعا هي خيول ثقيلة ووزنها كبير جدا وتختلف عن الخيول العربية. دكتور، يعني من خلال طبيعة عملك داخل وزارة الزراعة، شو نصائحكم لأصحاب يعني أصحاب مربين خيول؟ طبعا نصائح احنا دائما في وزارة الزراعة انه التعاون بشكل تام مع وزارة الزراعة وأقسام الثروة الحيوانية في المديريات والأطباء البيطريين في سبيل انه التبليغ عن الحالات المرضية بأسرع ما يمكن حتى نقدر ناخذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحالات المرضية في حال انه لا سمح الله ظهر اي وباء او اي مرض في اي اسطبل حتى نمنع انتشاره، لانه تعرف اصحاب الخيول دائما في مسابقات للجمال ومسابقات للمشاركات داخليه وخارجيه والخيل تتجمع، فبالتالي اذا كان في مرض مش ظاهر ممكن ينتقل للخيول الاخرى ويسبب لنا مشكله. فلذلك التبليغ السريع والتعاون مع وزاره الزراعه بمديرياتها المختلفه هذا تقريبا شيء مهم. ايضا انه احنا في وزاره الزراعه بنحاول يعني الان ومستقبلا انه يكون في نوع من التواصل الدائم حتى يكون في معلومات مفيده متبادله بين الطرفين ونصل ان شاء الله الى شيء مهم جدا في موضوع الخيول. دكتور، نحكي يعني تعرف احنا الان بفصل الشتاء، يعني ايش العنايه المطلوبه للخيل خلال هذا الفصل؟ طبعا شو الفروقات بين فصل الصيف وفصل الشتاء؟ طبعا الخيل تفضل يعني درجات الحرارة المعتدلة، بالبرد الخيول نخشى عليها من الالتهابات الرئوية في حال تعرضها من جو دافئ داخل الاسطبل إلى الخروج إلى الخارج، لذلك يتم تغطيتها في أغطية خاصة كما لاحظنا في البداية، وأيضا إجراءات بالنسبة للتغذية لزيادة التغذية وإعطاء اللقاحات. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية، وأكيد أعزائي المشاهدين رح نبقى مستمرين معكم من داخل نادي الجواد العربي في نتعرف أكثر على أنواع الخيول العربية والأجنبية والجماليات اللي تمتع فيها الخيل العربي. والآن نترككم مع كاميرا الزميل فايز الزبن لنشاهد معكم جماليات هذه الخيول. Love
شكرا حسن ابو عساف، شكرا لكل ضيوفك وهالمناظر الجميله اللي لها علاقه بالخيل. ما في احلى من ان نشوف هالاصاله ونشوف الخيول بانواعها. فعلا اعطيتنا معلومات مهمه نتعرف عليها حول هذا العالم.